مازال ما أكلنا ولا فطرنا. وكل يوم أنا باجي من الخيام باجي باخد طبيخ وباخد رز ومبارح أخذت عدس. التكية صار الوجبة الأساسية لمعظم الناس النازحين هنا في جنوب قطاع غزة، لأنه مش كل إنسان قادر يوفر المواد الأساسية للطعام، خاصة إنه الطعام أصبح أسعار المواد الأساسية تاعته غالية ومش مقدور أي شخص إنه يوفرها.